عمر خالد حبيب اختصر المسافة بين عمله وجامعته، فالدراجة أو الجاري كانت وسيلة المواصلات المفضلة لديه ليتحدى بها الزحمة ونظرة المجتمع. كنت أداوم سيارة وانطر محاضرتي، لا الحين إذا خلصت كلاسي ولا شغلة زين، وأنا داوم مكان ثاني طبعا، أقعد أفتر بالجاري، منها رياضة منها هواية منها كسرة روتين. والله في ناس شجعت وفي ناس قالت سالفة ما لها لازمة تقدر تداوم سيارة، وفي ناس قالوا لا يعني مش حق قاري ومتعب نفسك، هي كسرة روتين بالنهاية، يعني الواحد المفروض يكسر روتين الممل زين، احنا روتيننا واحد، لا اكسر القاعدة، انا كسرت القاعدة بالنهاية.